السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، هاني عندكم، توحشكم بزاف 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 بزاف. كيما راكم كتسولوا عليا في التعليقات وكتبغيوني حتى انا، راه كنبدل لكم نفس الشعور وغبرت عليكم كيما قلت لكم البارح في اللايف، لان كانوا عندي اصلاحات في الدار وراه مازال داكشي علاش ما كنلقاش فين نصور، ما كنلقاش، يعني راكم عارفين اللي عنده اصلاحات في الدار كيكون شي شويه مرون. المهم بلا ما نطول عليكم حبيباتي، اليوم ان شاء الله راه جيت باش نهضر لكم على ديك الوصفه اللي طلبتوني عليها بزاف، كان عليها يعني طلب كثره، ما كانش عندي الوقت باش غادي نصور لكم، اون بليس ما عنديش دابا حاليا المريوه في الدار، داكشي علاش طلبتوني البارح في اللايف على اساس انني نحطها، يعني نقولها لكم شفويا ونوريكم الطريقه كيفاش كتطبق، غير تبعوا معايا حتى التالي، غادي نوريكم الطريقه ديال كيفاش كنستعملوا مريوه باش كتعالج لينا ضيق التنفس او الحساسيه. يعني الناس اللي كيوقع لهم اختناق، فهمتوني اش بنقول، الناس اللي كيديروا الرابوز كاع، راه هاد الوصفه اللي غادي نعطيكم اليوم راه ما عندها ثمن، راهي مزيانه 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 بزاف، وكانت ماما كتعالج بها الدراري الصغار لحد الساعه، حنا كنستعملوها للدراري اللي كيتخنقوا، وحتى الناس اللي ما كتخنقش، غير الناس حاشاكم اللي كيكون موسخ ليهم النيف ديالهم دائما كيمشي بالماء، يديروا هادشي اللي غادي نقول لهم دابا في الفيديو ان شاء الله، غادي نطرقوا ليه بعد قليل، يتبعوا هادشي بالحرف كما كنقول انا، يعني هادشي اللي غنقول لكم هو اللي ديروا، بما انني كما قلت لكم ما عنديش دابا مريوه باش نقطع ونوريكم، ولكن غادي نهضر معكم شفويا يعني بالتدقيق وبخطوه خطوه بالتفصيل الممل، غير بقاو معايا ما تمشيو فين. قبل لا نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم ونهضروا على الوصفه اللي عندنا اليوم، ما تنساوش الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه انكم تشتركوا، تفعلوا الجرس وديروا لايك، خليوا لي شي تعليق ان شاء الله يكون كيفرح وكيشجع وكيحفزني انا نزيد ونعطي اكثر. بالنسبه للبنات والمتتبعات الغاليات والوفيات للقناه، كنجدد الترحاب ديالي بكم وكنشكركم على التعليقات ديالكم بزاف 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 بزاف، وراني كنبغيكم اكثر من اللي كتبغيوني والله شاهد. الفيديو ديالنا ديال اليوم كيهضر على المريوه. المريوه كما كنت قلت لكم راه ممكن نديرو بها يعني بزاف ديال الحوايج لاش كتصلح بزاف بزاف بزاف، وتحيه للاخوات من الجزائر اللي كيكتبوا لي في التعاليق، حتى حنا كنستعملوها لهادي ولهادي ولهادي لهادي، يعني علاج البواسير، علاج ضيق التنفس، علاج ديدان البطن، علاج بومزوي، علاج المسران، بزاف راه كيعالجوا بها الناس بزاف. بالنسبه للناس اللي كيقولوا سامه، راها ماشي سامه، غير عرفوا كيفاش تستعملوها ووقتاش تستعملوها والمده وما الى ذلك. هانتوما بالنسبه للناس اللي عندهم ضيق التنفس يعني كيتخنقوا وعندهم الحساسيه يعني من الربيع، من يعني من المهم من الخضوريه او لا من البحر او لا شي حاجه بحال هكا، او لا كيوقع لهم هذيك الشهقه وخصهم ضروري يديروا الرابوز بحال هذوك الناس، يعني عندهم الربو بحال هذوك الناس، شنو غادي يديروا؟ غادي تجيبي مريوه خضراء ضروري، هي فاش كتكون خضراء راه كتكون يعني صالحه لبزاف د الحاجات، واللي كيميز هذيك الساعات وهي خضراء هو داك الماء اللي كيكون فيها. فاش كتهرسي واحد الساق من السيقان ديالها او العويد ديالها راه كتلقاي فيه الماء، هذاك الماء هو اللي فيه الدواء، وفيه واحد المزايا وواحد الفوائد كثيره سبحان الله العظيم. المهم غادي تجيبي مريوه، غادي تنقيها وغادي تغسليها وغادي تقرضيها مزيان بحال الا قطعتي القزبر ياك، من بعد غادي ديري الزيت، زيت الزيتون، زيت الزيتون ضروري، زيت الزيتون غادي ديريها فواحد لاكاسخول حتى كتسخن يعني، وكتنقصي عليها، هي راه لا طابت يعني لا تحرقات راه كتولي سامه، حنا ما بغيناش تحرق الزيت، راكم عارفين بانها لا تحرقات كتطلع الدخان وكتعطي واحد الريحه اللي هي خايبه، ودونك هذيك ما بقاتش خدامه. علاش خاصك ديري واحد الافيه مهيله بزاف؟ كنت كنتمنى كون لقيت المريوه وغادي نطبق قدامكم ونوريكم يعني قياس الافيه شحال غديروا اولا النار شحال غديروا ليها وكذا وكذا وكذا، ولكن معليش انا غنحاول انني نوصل لكم الفكره بشكل يعني مدقق. غادي ديري افيه مهيله وغادي ديري فيها كاس ديال زيت الزيتون، كاس قد هكا يعني كاس القهوه ماشي كاس ديال اتاي صغير، يعني كاس كبير ديال الزيت غادي ديري في ديك لاكاسخول وغادي تنقصي وغادي تسقي كتحركي، انت غادي تكوني قطعتي المريوه وموجداها بطبيعه الحال رقيقه، وغادي تلوحيها في هذيك الزيت وغادي تطفي البوطه وغادي تبداي كتبركي عليها بالظهر المعلقه،
كتبركي عليها مزيان بالدار ديال المعلقه بحال هكا، يعني بحال كتضغطيها انها تخرج داك الماء اللي فيها. من بعد غادي تبقاي تحركي تحركي مزيان حتى تتبرد تماما، ما تزقيش من التحريك، واحد 10 دقائق اولا 8 دقائق ديال التحريك المستمر. من بعد غادي تحيديها وغادي تصفيها، غادي تعصريها مزيان وغادي تحتفظي بداك السيرو ديالها. يعني هي راه كتعطيك شكل سيرو، سيرو تماما. بغيتي تزيدي فيها سكر كتزيديه، ما بغيتيش تزيدي سكر كتخليها فقط زيت، كتحليها بالعسل بالنسبه للدراري الصغار. الدراري الصغار غادي تسولوني شحال العمر اللي ممكن يستعمل هاد الوصفه هذه ديال الربو او ضيق التنفس. من 6 سنين الفوق، اما من 6 سنين لتحت راه كنقطروها لهم هنايا، كنشدوا واحد الليقة او لا اش غنقول لكم، طريف ديال القطن وكنديروه في ديك الزيت ديال المريوه. من بعد كنقطروها لهم في النيوف. بالنسبه للوليدات اللي كيكون النيف ديالهم دائما موسخ، دائما واخا كتغسلي ليه كيبقى هو دائما نيفو موسخ، اعزكم الله. هادشي اللي كنديروا ليهم من الرواره، كتحل هاد الجيوب الانفيه وكتسرح. يعني كنتمنى تكونوا فهمتوني، يعني القصبه الهوائيه وكل شيء. بالنسبه للقصبه الهوائيه كتشربوا معلقه من داك السيرو في الصباح ومعلقه في العشيه، ضروري تشربوا جوج معالق في النهار، فهمتوني. بالنسبه للبنات اللي ما قدروش يشربوا ديك الزيت بحال هكا، كما قلت لكم غادي تحليوها بالعسل اولا يعني ما عرفتش اش غنقول لكم، هي ما صالحاش انها تخلط مع اتاي اولا قهوه اولا حليب، لا، يعني ضروري انك ديري شويه ديال السكر اولا شويه ديال العسل، عندك اختيارين فهمتوني يا البنات، من الاحسن. اولا شربيها هكاك وزيدي تميره من وراها وصافي، هي راه ما كتضرش وراها كداوي هاد البلاصه. ومن الاحسن من الاحسن انها تشرب وانت باغي تنعس، يعني ما باقيش تشرب من وراها الماء وتشرب من وراها قهوه وتشرب من وراها شي حاجه يعني وتاكل، لا، من الاحسن انها هي تشرب ملي تبغي تنعس وتنعس. راه هي مزيانه بزاف وكتخرج حتى هذاك الوسخ اللي كيكون هنا خانقنا. كتلقاي شي وليدات اولا حتى الكبار كيشهقوا بحال هكا، يعني هنا كتسمعي بحال عندهم شي طوير مخنوقين مخنوقين، ما كيقدروش يطلعوا النفس ويهبطوها مزيان. هذوك راه كننصحكم انا على ضمانتي وعارفه اش كنقول، اننا درناها لوليداتنا والام ديالي كانت كديرها لينا ومازال لحد الساعه كديرها، راه ما كتضر حتى شي واحد، يعني لا داعي للتعاليق السلبيه وراها كدير هذه وعندكم من هذه وعندكم من هذه. زيت المريوه كننصح بها كل واحد كيتخنق. والمفاجأة في هذا الفيديو هو أن زيت المريوة راه ماشي صالحة غير الاختناق والربو، هذا الشيء صالحة حتى البواسير، الناس اللي عندهم البصر شنو غادي يديروا؟ هذيك الزيت النيت ديال المريوة غادي يبقاو يدهنوا بها البواسير إلا كانوا خارجين على برا، راهم كيمشيو سبحان الله العظيم. بالنسبة للأخوات في الجزائر قالوا لك لا، حنا داك الماء ديالها هو اللي كنديرو به كنعالجو به البواسير، يعني هي الفايدة في الماء ديالها. بالنسبة للبنات اللي كيسألوني نجوى واش ممكن نديروها يابسة، راهي ماشي وقتها، راهي كذا راهي كذا، سمحوا لي البنات، غادي تمشيو غادي تشوفوا شي واحد اللي عنده كيجيب هادشي القزبور والمعدنوس والنعناع وهادشي، راه هو يجيبها لك، لأنه هو عنده واحد المساحة خضراء وباردة، وهي هادشي اللي كتبغي هي مساحة خضراء وباردة نقية، يعني راك باغي تاكلها، راك باغي تشرب منها، دير بها زيت تشربها، دونك خصها تكون نقية، ماشي تكون على جناب الطريق وهذا، فهمتوا؟ تكون في التروطوار وفهادشي وتهزوها وتديوها وتغسلوها، لا، راها كتكون موسخة، يعني ما تحيدوش المرض بالمرض. يعني خصها هي تكون نقيه نقيه، تجيبها من شي بلاصه اللي هي ما فيهاش بحال هكا حشاكم حيوانات اولا الناس كترمي بالزبال اولا شي حاجه، يعني اللي جابها لكم يكون يعني ثقه، سورتو الحاجه اللي كتكال، مازال الا ماشي شي استعمال خارجي راه ماشي مشكل، فهمتوني البنات. كنتمنى ان الرساله تكون وصلتكم، كنتمنى ان الفيديو يكون يعني فادكم، شكرا لكم بزاف. بالنسبه للاخوات اللي طلبوني على الوصفه ديال التبول لا ارادي او لا التبول عند الصغار والكبار، يعني كاينين الناس كتبوا لي في التعليقات اللي هما عندهم 18 عام 17 عام 20 عام مازال الله يحسن العون كيديروا يعني كيتبولوا في الفراش. هادوك راه غادي نحط لكم ان شاء الله واحد الفيديو بحال هكا اللي غادي نوضح لكم فيه كل شيء، بما ان هذا جا طويل كنت اولا نقولها لكم في التالي ديال الفيديو، مي ما يمكنش جو بونس غدا غادي نحطها لكم. كنتمنى انكم تشجعوني يعني تعطيوني
تحفيز اللي غادي يجعلني نعاود نزيد نحط عاوتاني مازال ومازال ومازال. واي وصفه بغيتوها اولا كتمنوا انني نحطها خليوها ليا في التعليقات وانا غادي ندير جهدي. وكما قلت لكم ما تلومونيش الا غبرت عليكم اولا الا طولت عليكم، لان كما قلت لكم عندي اصلاحات في الدار. كون دابا درت لكم فيديو شفتوا الدنيا غادي تلقاوها مقلوبه، يعني غادي تقولوا الله يحسن العون ديال نجواره، ماشي خطرها. شكرا لكم بزاف حبيباتي، الى اللقاء الى فيديو قادم. كنتمنى انكم تزوروا القناه ديال وليداتي يوميات خليل وصفاء، تشتركوا فيها وشجعوهم باللايكات ديالكم. بيزو الى اللقاء.